يا بيبو يا بيلا، تحبوا تسمعوا قصة شخصية مشهورة جدا في الكتاب المقدس؟ مشهور؟ مشهور ازاي يا تيتا؟ هو كان بيطلع في التلفزيون؟ لا يا بيبو، هو ما كانش عندهم تلفزيون، لكن هو كان مشهور في حتة أهم وعند أهم حد. مين الحد الأهم ده؟ وإيه الحتة دي؟ مشهور عند الرب يسوع وفي السماء كمان. تعالوا تعالوا هحكي لكم الحكاية. لما ابتدت الناس تكتر على الأرض ويعملوا شرور زي لما قايين قتل، وكان في سرقة وكذب وحاجات وحشة جدا جدا، كان في واحد مختلف عنهم خالص، وده كان اسمه أخنوخ. كان بيحب الرب قوي قوي قوي، وكان صاحبه ودايما بيفكر فيه طول الوقت، ومهتم بكل اللي بيقوله وبيسمع كلامه على طول، وما كانش بيعمل اي حاجة وحشة زي كل الناس اللي حواليه. كمان كان ايمانه قوي جدا بالرب وبكلمته، لدرجة ان الله كان فخور بيه جدا وبيحبه جدا جدا. ولان الارض كان فيها شرور كتير، قرر الرب انه يخطف اخنوخ حي عشان يكون معاه في السماء. خطفه ازاي؟ زي ما انا بخطف اللعبة من بيلا؟ ولا زي انا ما بخطف كيس الشيبسي من بيبو؟ لا لا يا بيبو، خطفه يعني اخده هو صاحي، بعت له ملاك اخده من الارض ووداه السماء عشان يكون معاه على طول. عارفين يا ولاد انا ليه بحكي لكم القصه دي؟ عشان باقي وقت صغير خالص خالص والرب يسوع هيجي تاني. الروح القدس فهمنا من خلال الكلمه ان في حاجات كتير وحشه على الارض هتحصل، لان الناس بتعمل حاجات شريره ووحشه كتير، لكن الله علشان بيحبنا قوي احنا مش هنكون موجودين على الارض، هيخطفنا واحنا صحيين زي اخنوخ. برافو عليك يا بيبو، صح جدا، هيخطفنا زي اخنوخ عشان ما نحتارش الحاجات الوحشه دي، بس من خلال صوت الروح القدس جوانا هتلاقيه بيقول يا بيبو يا بيلا، يلا يسوع مستنينا، يلا تعالى، وياخدنا على سحاب ونقابل يسوع. بس لو احنا ما قلناش لروح الله انا جاهز يلا بينا، هو مش هياخدنا غصب عننا. لازم اول ما نسمع لصوت الروح القدس جوانا نستجيب له على طول. الله، وهنطير في السحاب مع يسوع، انا اكيد هكون مبسوط قوي. انا كمان هكون مبسوطه قوي وهعمل كل اللي بحفظه والميس بتقول عليه في مدارس احد عشان اختطف واطير مع يسوع في السماء. برافو عليكم، صح يا بيبو، صح يا بيلا، برافو عليكم، انتوا شطار خالص. وفي ايه في الكتاب المقدس بتقول الكلام اللي انا بقوله لكم ده بالظبط بالظبط. الايه بتقول ايه؟ سنخطف جميعا معهم في السحب لملاقات الرب في الهواء. هقولها تاني، سنخطف جميعا يعني كلنا هنختطف من الارض وهنلاقي الرب في السحب. الايه دي موجوده في رساله بولس الرسول لاهل تسالونيك الاولى الاصحاح الرابع هي 17. هقولها تاني وانتوا تقولوها ورايا، سنخطف جميعا، سنخطف جميعا معهم في السحب، معهم في السحب لملاقات، لملاقات الرب في الهواء، الرب في الهواء. تسالونيك الاولى، تسالونيك الاولى الاصحاح الرابع، الاصحاح الرابع آية 17. آية 17. برافو عليكم، شطار قوي قوي.